أهم الشخصيات العلمية في العالم. إرنست رذرفورد مكتشف الذرات. إرنست رذرفورد هو عالم فيزيائي بريطاني مولود في نيوزيلندا سنة 71 و800 ومتوفى سنة 37 و900. يعرف باسم أبو الفيزياء النووية. تصنفه الموسوعة البريطانية أفضل التجريبيين منذ مايكل فارادي. إرنست رذرفورد مكتشف الذرات اكتشف في أحد أعماله المبكرة العمر المنصف للعناصر المشعة، وأثبت أن النشاط الإشعاعي يشتمل على تحول العنصر الكيميائي إلى عناصر أخرى، وفرق بين أنواع الإشعاع وسماها، فهي ألفا وبيتا، فحصل على جائزة نوبل للكيمياء عام 1998. كما اكتشف نواة الذرة واقترح سنة 1901 نموذجا يشبه النظام الشمسي، حيث تشغل النواة المركز أمام الإلكترونات فتدور حولها في مدارات دائرية. ولد إرنست رذرفورد في نيوزيلندا كما أسلف أن ذكرنا، ونال منحة دراسية من جامعة كامبريدج في إنجلترا، ثم انتقل للعمل في معمل كافينديش العريق تحت إشراف العالم الكبير جوزيف جون تومسون مكتشف الإلكترون، وهناك اهتم بدراسة الأشعة الصادرة من عنصر الراديوم. إرنست رذرفورد مكتشف الذرات انتقل إلى مونتريال بكندا للعمل في جامعة ماكجيل، وتوصل إلى مكونات الإشعاع الصادر من الراديوم، وبيّن أنه يتكون من ثلاثة مكونات. الأولى هي أشعة ألفا، وهي جسيمات موجبة الشحنة قصيرة المدى تتكون من أنوية ذرة الهيليوم. الثانية أشعة بيتا، وهي جسيمات سالبة الشحنة ومداها أكبر من أشعة ألفا. الثالثة أشعة جاما، وهي موجات كهرومغناطيسية تنبعث من الجسم المشع ذات تردد عال ومدى كبير جدا، ولها قدرة على النفاذ في المواد لدرجة أنها تحتاج إلى بضعة أمتار من الخرسانة لإيقافها. وبتلك الاكتشافات الكبيرة فإن إرنست رذرفورد يعتبر واضع أساس نظرية النشاط الإشعاعي. أهم الشخصيات العلمية في العالم.